السلام ومرحبا بكم مشاهدي قناة صوت الساحل. اليوم فريقنا حاضر في سوق الجملة بسوسة على إثر الاحتقان الشديد في صفوف المسؤولين في النقابة، نقابة سوق الشغل. جينا لهنا وصل الحد إلى الاعتصام والإضرابات. مشاهدينا تابعونا في التغطية باش نشوفوا أكثر تفاصيل. اسمي لطفي بن ساسي، عضو في النقابة، وزميل محمد سعيد زاد عندي عضو في النقابة، ومنير بن عثمان عضو في الهيئة المديرة. علاش وصلتوا يعني الحالة أنكم تعتصموا؟ هذه من زورة السيد هذا المؤتمن اللي جانا في 7 نوفمبر 2013. جانا خدم معنا عام وشهرين، وبعد اللي عمل تفويض للإدارة اللي احنا أصلا شاكين بها، وأصلا هبط على خاطرها هو. اللي فيها فهمت الله هبط يلقى 500 مليون ضايعين، يعني في العامين ولا 4 سنين وثلاث سنين بعد الثورة اللي خدموهم، يعني من 2011 ل 2013 خدموا 3 سنين ضيعوا حكاية 500 مليون. هبط معك معايا لتنا المؤتمن سيد المؤتمن هذايا، يعني الخبير، عملنا زوز خبراء طلعت الفلوس هذه ضايعة، هبط لنا المؤتمن هذايا، عملنا عام وشهرين خدمة معنا وخلى نفس الأشخاص تسير في المؤسسة. نفس الأشخاص المبيدين في الهيئة المديرة، الكيسي ومن المال والمسؤول الأول على التعويضية، خلاهم هو ومشى شد بوريو البيرو نتاعو ياخو في شهرية من المؤسسة، ورغم اللي هو فهمت الله الدولة تعمل له تقييم العمل نتاعو وتعطيه فهمت الله فلوسه، فهمت قاعد ياخو فهمت الله، قاعد يبتزوا فينا ولتو يحكموا فينا يوقفونا في خدامة، ودايرين على المسؤولين اللي طالب حقوقه وتضرب فهمت الله على المؤسسة، ومؤسسة قاعدة تضيع وتنهار والناس الكل تتفرج فينا، واحنا 4 سنين واحنا نقاسيو ما لقيناش حل، ما زلت تجرى طلعنا حتى لتونس. هاي الوثائق الكل عندي وشكايات الكل عندي، اخر حاجة فرضوا علينا باش الناس هذيا انتريت تخدم معنا وهما انتريت. تتصور انت القاضي المراقبة تفرض علينا الناس وعندهم فهمت الله مقدمين رواحهم الكاس وياخذوا في شهرية من الكاس وياخذوا في شهرية معنا، تمام بيه، وفرضتهم علينا ما صحناش، ولينا احنا الثلاثة المضربين، ولينا احنا فهمت الله في المشاكل تو، ولينا اعداء فهمت الله القضاء واعداء كذا، وردوا لنا العيوب الكل فينا احنا. قديش الاعتصام هذايا قديش يعني؟ تو هذايا مش هدوم الاعتصام الا ما يشوفونا حلول مع المؤتمن هذايا، والناس الكل فهمت الله تمشي تاخذ حقوقها، خاصة المؤتمن هذايا يمشي فهمت الله يحاسبنا على فلوسنا من نهار اللي جا، ليومنا هذا، ويسحب التفويض من الناس هذيا فهمت الله اللي مكلفهم هو، رغم هما انتريتي ومكلفهم، يسحب منهم التفويض ويحاسبون على دير مليم، وبعد تالي فهمت الله يجيب لنا فهمت الله خبير من يعني مش من ولايه سوسه، خبير محايد يجيبونا من تونس يجيبونا من اي بلاصه، فهمت الله، وبينوا لنا حقوقنا قدر على الناس الزواوليه ومعنا حد عنا كان ربي سبحانه. ما طالبكم اللي طالبوا بها تو؟ شنو طالبنا احنا شنو؟ انا طالبني صرت الشراب برشا حوايج ما يجيش الحديث هذايا الا بعد ما نحاسبوا الناس هذيا، وقت عنا برشا مطالب وبرشا حوايج مش تصير في السوق باذن الله، وتتكافر كل الجهود وتتحط لدين الوكلاء فهمت الله والخيان الخدامه بالمؤسسه والوكلاء مع بعضهم ويعملوا حلول، والحلول موجوده. الناس تصعب هذه اخر حاجه عملها لنا سيد المؤتمن هذايا، اصلا حتى الفيشه نتاعنا نحانا فلوس اللي قايد فيها اللي نحي فيها نتاع السيناساس نتاعنا نتاع الضمان الاجتماعي ينحي فيها فهمت الله وردها زيروات باش يهيئها شهرين ثلاثة أخرين يحط يقيدها فلسة يعدها اللي هي الشركة هذه ما عادش تغطي مصاريفها. هذه في الفيشة تفضل شهرتين نقص مش محطوط في الفيشة هذه كيف قاعد نقص وبرا ما يحطوش في الفيشة الفيشة ما يحطوش فيها حتى شيء. تفضل هاو حكمي قداش نخرج 2017 حتى 2015 العباد جوا وشردوها لانتريت عمرالي بالغلط
الصبان مش قاعدين يصبوا عليه. تمشي تشكي لا تمشي تشكي مع التمشيلو يقول لك ناخذ ما ثم حتى شيء مرت فيها معاهم جينا كده هون خير زين تريدوا هم قاعدين يخدموا انا قاعد بطل. شنو مطالبكم؟ انا مطالبني في حقي اعطوني حقي هذاك مطالب من معاه شيء اعطوني حقي ونشريكم حاسبون شنو هم اللي هذا خارج تريدوا قاعد يخدم وانا نخرج تريدوا تخرجون. بعد التصريحات اللي أدلوا بها المعتصمين في سوق الجمعة نحن في مكتب السي منير شعبوني هو رئيس النقابة باش يعطينا حق الرد. عسلامة سي منير. عسلامة. شنو هو الإشكالية اللي صايرة توا سي منير؟ الثلاثة هذوما مسؤولين معنا بصفة شركة تحت القضاء. عملنا اجتماع مع سيدة القاضية فهمتي ولا فيما يخص الشركة بالتحسين أمورها فهمتي ولا ومعناه وقلوا نحن معناه من الأمام إلى الأمام في التحسن. رفضوا. إنسان كي يرفض مسؤولية بشي يغطيه ويرفض يحط ما تحطوش ما حطهمش في القائمة ولاو فهمت ولا هبطت القائمة. ها هو عندي نسخة منها ما حطهمش في القائمة هبطنا لمعدو المنفذ كونه ما يهبطوا يخدموا رام. أنا جمت واحد منهم اللي هو لطفي بن ساسي يعمي ما السيد لطفي بن ساسي ظهره يمنك الخدمة متاعه يقعد ب18 يوم يحبني نعدي له الأجرة متاعه. صبيت به دوشارج في الاتحاد كونه ما فهمتي ولا الرجل ضايف يبيع في الحوت البرة وما يخدمش ما نعدي لهش 18 يوم لو كان يوقف فيها شكون حق خدامة وحق ناس مسؤولين. ولذلك أنا طلبت عليه بيلون ملف طبي كامل على عينه توجع فيه ينجمش يعني يخاف عليه تيحلش عليه صندوق يدعثر شتيح كذا مستعصي. هو متهم الهيئة متاعنا بالسرقة أكاذيب وديجا الأكاذيب هذه ضمان اجتماعي عنا بصفة 1% عنا بصفة 1% اللي عطاهولنا الحاكم والبلدية سنة 2011 اللي صور 240 مليون في العام رسمنا به 80 متعادل كانوا يخلصوا في 250 ولا يخلصوا في 400 و410. نحن متعادلين اللي عنا نقسمه به زد رسمنا 70 أخرين أضايا ما هننا به سيد الولي وسيد بلدية سوسة خالد بالحاج علي القديم وسيد محمد فوزي جم. ما لذلك إلا 2013 البلدية تسحب 1% مش خلصهم مولي عندي يعني عندي 5% ولا 5% ذي معناها كانت في رفاهية كنا حالي 1% يعني ما عادش نجم يخلصوا قاعدين يخلصوا بالتداول بشوية الكاسة وصبينا لهم التريمستر الأخرى. أنا عندي قديش كنت كاتب عامل مساعد شهر عندي كاتب عامل نقابة شهر صبيت لهم كاسة وديجا إيطاء 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 متاع كونجيات تفضل فهمتي نعطي فيهم في كونجياتهم فهمتي بصفة جماعة المتعاضدين وجماعة الشهر. أني اللي يخدم لي في التعاضدية يتفضل يخلص مهما كانت تكاليفه كي يعتصم 20 يوم غادي. قلت لك الان بورسون اللي حكينا عليه ياسر دشار صبيت الولايات وكذا رفضوا. عندي الاتحاد العام التونسي للشغل موجود ممثل القانوني نتاعه هنا ان شاء الله كانت عندنا الجمعه ذي وقفه احتجاجيه او صارت فيها بلبله ولا ضايا نسالوه 5 مليون ونسالوه 10 لسي بدر طرابلسي اللي هو تو رقدهم وجايب فهمتي ولا وجايب معنا جايبكم معنا دياع ده وعنده اخلالات كبيره رغم من ناحيه البيوع عندنا كيف مجدود وكيفاش شديناه في الاكس ضايا بيعمل غير تواصيل به. مشيت للتفقدي نصفي مع التفقدي انا عندي شرف النقابه كنت مساعد كاتب عام خذيتها الحمد لله صبيت لهم كاسهم كون جياتهم ياخذوا فيها لاباس بدات تحسن خير من قبل. انا 1% وعدتهم باش نرجعوا لهم الفلوس هذه اللي باش تحب ناخذهم عن اعتصام الايامات الجايه ممكن راكم بتسمعوا حتى اول باش تصير راهي باش ناخذهم الفلوس لو كان بدري مش يعملوا سلاح والله كي رقد لي المرشي هنا باش ناخذهم. انا بالنسبه للنقابين اللي معي جوز عملوا تزاوجات اللي ما شاوروش الاتحاد وما عندهم حتى وثيقه. أنا عندي مساندة في الاتحاد على الفلوس والأموال متاع الوكالة هذوما والخدمة هنيتهم الكل قلت لهم اللي باش تاخذوهم الفلوس 40 مليون عندنا فلوس سكولة ما خذوهمش باش نفرقهم عليهم. خذيت محضر جلسة يعني من الهيئة اللي أني باش نفرقهم عليهم كل واحد يطلع باي 200 300 ياخذوا متاعهم
وباش تدخل من بعد في جرافي الواحد في المياه. اما هو باش يعمل لي الدواليب هذه راهو باش يدفع. النقابي اللي يخدم معي يتفضل ماركيلو نهار ويحضر الصباح ومعناه ويقوم بدواليب العمل في المرشي. ما خدمش معي والله كي تهبط لي السلطه الكل ماركيلو نهار. وهذا ش عندي ما نقول لك وكو. إذا كانت هذه تغطيتنا للحدث اليوم اللي صار في سوق الجملة، خذينا آراء المعتصمين في الاحتجاجات هذه، أيضا خذينا حق الرد من المسؤول النقابة، ولكن الاعتصام والاحتقان مازال موجود إلى أن تتحل المسألة هذه والإشكالية هذه. مشاهدينا نشكركم على المتابعة وإن شاء الله في لقاء آخر.